أكد عدد من الأطباء على مواصلة إقبال المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما يعكس الثقة التامة منهم على سلامة الجميع وأهمية فعالية اللقاحات في تحقيق الوقاية والمناعة من فيروس كورونا. تواصل مملكة البحرين جهودها الرامية إلى كبح انتشار فيروس كورونا وفق التوجيهات الملكية السامية بتوفير اللقاح الآمن وإتاحته للجميع مجاناً، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع من خلال وضع أفضل الخطط الأمن الصحي الاستباقية لتحقق المملكة المزيد من التميز لكافة مسارات العمل في مواجهة الجائحة. أطباء أكدوا أن الحملة الوطنية للتطعيم لا تزال مستمرة والتي ستساعد في السير باتجاه تحقيق الأهداف المنشودة، كما ستحقق أعلى درجات الأمن الصحي من خلال رفع معدلات المناعة المجتمعية. الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس الكورونا الكوفيد-19 مستمرة وتشهد توسع كبير على نطاق المملكة، ويعتبر الحل الأمثل للوصول إلى أقصى درجات الوقاية والمناعة في مجتمعنا. طبعا مراكز التطعيمات منتشرة في جميع أنحاء المملكة. مملكة البحرين من أوائل البلدان اللي وفرت اللقاح ضد الكورونا للمواطنين والمقيمين على حد سواء. اللقاح حاليا متوفر بين أكثر من نوع، يكفل للفرد اختيار النوع اللي هو يفضله. ما زالت حملات التطعيم المضادة لفيروس كورونا مستمرة في مملكة البحرين. ننصح الجميع بالتسجيل لأخذ التطعيم المتاح، وخصوصا كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والسمنة. أثبتت الدراسات والتجارب السريرية بأن التطعيم يحمي من مضاعفات فيروس كوفيد-19. عدد من الأطباء أكدوا أن الإقبال الواسع من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء لتلقي اللقاح يؤكد على وعيهم المجتمعي المسؤول ووقوفهم مع فريق البحرين في الحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة. أنصح جميع المواطنين والمقيمين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، ولكل فرد الحرية في اختيار النوع الذي يجده مناسبا، كما وفرت التطعيمات لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين دون أي تمييز، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة وتشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين، وهذا يدل على وعي الناس. هناك خيارات متعددة من اللقاحات المتوفرة التي من شأنها أن تحفز الجهاز المناعي في الجسم لإنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس. هذا وحرصت مملكة البحرين منذ اللحظات الأولى على وضع الخطط الرامية إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث سيسهم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تعزيز وتقوية أجهزة المناعة لدى أفراد المجتمع وزيادة مقاومتها للفيروسات، إلى جانب دعمهم للكوادر الوطنية الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.